مشاهدينا نمر الآن إلى موضوع آخر، والذي سنختم بهذا الموعد الإخباري، أين أصبحت الغابات الوجهة السياحية المفضلة للعائلات الجزائرية في فصل الصيف، خاصة بعد تجهيزها بجميع وسائل الراحة. نتعرف على التفاصيل مع هاجر بوعلي. لم تكن هذه طبيعة الجزائريين منذ سنوات مضت، حيث كان أغلبهم يفضلون الوجهات الساحلية على غرار الشواطئ، لكن اليوم تغير الوضع، حيث باتت الغابات الوجهة المفضلة للكثير من العائلات. جينا هنا للغابة، خير جبت الدراري كامل وجينا لهنا للغابة. البحر فيه الهرج، فيه الحس، فيه كامل، فيه خافوا الدراري عليهم يطيحوا كامل، جبناهم لهنا خير. دوكا اسم الغابه تخدموهم مش كيما مع الاول، اسم مع الاول كانوا شويه موسين شويه، دوكا لاباس اسم خدموهم ولات تجي دركا مش كيما كانت. سبتش منكم مع الاول؟ جيت باش نلعب في الالعاب وكلش، وتانيك والغابه فيها كلش، فيها الامن، فيها كلش. ألعاب، مراحيض، ومحلات، كراسي وطاولات، هي التجهيزات التي يحتاج إليها الجزائري في الغابة. فإذا توفرت هذه المستلزمات ستفضل بعض العائلات الغابات على الشواطئ. نشوف باللي هاد لا بيريود هادي تاع الصيف والسخانة، بزاف دي فامي عاودوا ولاو للغابة، عاودت ولات لهم ثقافة تاع الغابة، ولاو يجونا للغابة. وحنا وين قمنا بتهيئة تاع الغابات كامل باش يكونوا كامل تحت تصرف المواطنين، انا مهيئ لهم كامل الغابه، راهي كامل تحت تصرف المواطنين. كيما كاين دي طابل وين يريحوا، وين يريحوا الاز، كاين ديزيسباس فير وين يريحوا الاز. الانتقال من السياحه الشاطئيه الى الغابيه وتطويرها من خلال انشاء مناطق للاستجمام بحاجه لاهتمام اكثر، كونها اصبحت مقصد العديد من العائلات الجزائريه.